مبارك بن محمد بن بادي النعيمي. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدين الكرام، تتم هذه الانطلاقة الموفقة بعون من الله وتوفيق لشوطنا الأول الرئيسي للقعدان البفاريد. بسم الله نبدأ مع المركز الأول ومقدمة هذه الصدارة مع أصليت، من يحتل المركز الأول لسعيد بن سالم بن ناصر بن دلهم الهاجري مع صليت مع المركز الأول أو صليت لسعيد بن سالم بن ناصر بن دلهم الهاجري. المركز الثاني الوصول والتقدم من الراعبي لعلي بن راشد بن علي الفهيدي. أما المركز الثالث الوصول والقدوم هنا من مقدام لعبد الله بن عبد الهادي الفهيدة. أما المركز الرابع فيصل هنا معزز لسلطان بن عبد الله بن غنيم الدوسري. والمركز الخامس ناخذ المركز الخامس، هذا هو الغزال سعيد بن محمد بن سعيد بن لزيوح المري. هذه النتيجة مشاهدين الكرام. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة والمقدمة. المقدمة مشاهدين الكرام والصدارة هنا لازالت مع الصيد أصليت. أصليت مع المركز الأول مع بن دلهم. بصليت أصليت مع المقدمة، ولكن شوف الدخول من الراعبي مع علي بن راشد بن علي الفهيدي. وهنا الوصول والتقدم من مقدام عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد الفهيدي. وأيضا وصول والتقدم في هذه اللحظات من معزز سلطان بن عبد الله بن غريب الدوسري. سلطان بن غريم الدوسري هنا يغير مجريات هذا الشوط ويحتل ناموس هذا الشوط الأول الرئيسي للمفاريد. هذا هو الدوسري مع معزز. تهانينا من هذا المكان لمالك معزز، من احتل هذا الناموس سلطان بن عبد الله بن غنيم الدواس الدوسري. تهانينا والناموس لك يا الدوسري على ناموس الشوط الاول للمفاريد القعدان. المركز الثاني ياتي على المركز الثاني اصليت لسعيد بن سالم بن ناصر بن دلهم الهاجري. اما المركز الثالث فيصل على المركز الثالث مقدام لعبد الله بن عبد الهادي بن سعيد الفهيدة. المركز الرابع الوصول من الراعبي لعلي بن راشد بن علي الفهيدة. المركز الخامس يصل المجد لعلي بن فهيد بن براك بن فهيد. إذا نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني مشاهدين الكرام مع معزز ولحظة وصول إلى خط النهاية قطع المسافة في دقيقتين 12 ثانية 78 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسلطان بن عبد الله بن غنيم الدواس أو الدوس، نعم سلطان بن عبد الله بن غنيم الدوس الدوسري. نهنيه ونبارك له على هذا الناموس المستحق في هذا الصباح وناموس الشوط الأول معك يا راعي معزز. المركز الثاني مشاهدين الكرام يصل على المركز الثاني مقدام يقطع المسافة في دقيقتين 13 ثانية 90 جزءا من الثانية. نعم هذا هو مقدام. تهانينا والناموس لعبد الله بن عبد الهادي بن سعيد الفهيدة. أما المركز الثالث يصل صليت يقطع المسافة في دقيقتين 13 ثانية 96 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن سالم بن ناصر بن دلهم